وزير التجارة والصناعة ونظيره التركي بيتفقان على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ما بين طبعا مصر وتركيا. تعالوا نعرف مزيد من التفاصيل. ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور بشير عبد الفتاح خبير الشؤون التركية بالأهرام. مساء الخير يا دكتور. دكتور بشير، طيب لحد ما دكتور بشير ينضم إلينا في هذه المداخلة، طبعا دي أول زيارة لوزير التجارة والصناعة، وطبعا هنشوف فيها أفاق التعاون اللي هتبقى موجودة ما بين تركيا وما بين مصر، وده شيء أعتقد أنه جيد، لأنه إحنا عارفين أن الجانب التركي كان حريص جدا أنه هو يبقى في يعني تعاون ما بين مصر وتركيا، وأيضا الاستثمار وأيضا العلاقات، يعني عودة العلاقات الاقتصادية الثنائية ده مهم جدا، وهم هيستفيدوا كتير جدا وإحنا هنستفيد أكيد بالتالي. وأنتم عارفين أنه مصر بيهمها كل ما تستطيع مصر أنه يعني يزيد من اقتصادها، وأنه يكون في علاقات مع الدول كلها بشكل عام. مصر بتبقى حريصة على كل علاقات الاقتصادية وبشكل كبير، لأنها أيضا بتزيد من الموارد الاقتصادية الخاصة بنا. وعلشان كده طبعا دي كانت الزيارة الخاصة بوزير التجارة والصناعة. وخلينا نعرف مزيد من التفاصيل، يعني حينقلها لنا طبعا دكتور بشير عبد الفتاح خبير الشؤون التركية بالأهرام. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني خبر وجود وزير التجارة والصناعة المصري وأيضا اللقاءات والعلاقات الثنائية بين تركيا ومصر، يا ريت حضرتك تقول لنا مزيد من التفاصيل عن هذه الزيارة. طبعا هذه الزيارة مهمة للغاية، لأنها الأولى لوزير صناعة مصري إلى تركيا منذ 10 سنوات، في وقت كانت العلاقات متدهورة للغاية منذ العام 2013، فهذا يعد اختراق، وهو اختراق أيضا لأنه هذه الزيارة ليست ليوم واحد وإنما لعدة أيام، كما أن وزير الصناعة المصري بصحبته وفد عالي المستوى وبالغ التخصص، معه رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس جهاز التمثيل التجاري، رئيس اتحاد الصناعات، رئيس شعبة الاتفاقات التجارية، وعلاوة على رجال أعمال أيضا. خلال برنامج العمل سيلتقي برؤساء شركات تركية ويحضر فعاليات اقتصادية وتجارية مهمة، وصرح بأن البلدين عازمان على رفع مستوى التبادل التجاري من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات. أيضا هذه الزيارة وهذه التفاهمات تأتي في وقت لا يزال الجدل مثارا بشأن لقاء القمة بين الرئيسين السيسي وأردوغان، وتطلع الشعبين لهذه القمة التي تكتمل بها حلقات التصبيع ما بين مصر وتركيا. تمام. طيب دكتور بشير، يعني احنا كلنا متابعين ايضا من القيادة السياسية في مصر وايضا العمل على جذب الاستثمار بشكل عام لكل يعني المعنيين بالامور، سواء دول او ايضا شركات كبيرة، شركات عالمية، فاعتقد مصر يعني فاتحة هذا المجال وايضا بتحاول ان هي تذلل كل الصعاب. فهل تقدر تسمي بالنسبة لنا انه بداية التعاون هيكون في اي مجالات ما بين مصر وتركيا؟ من حسن الطالع ان الدولتين عزلتا المسار الاقتصادي عن المسارين السياسي والامني في العلاقات. تمام. بمعنى انه بالرغم من توتر العلاقات السياسيه والاستراتيجيه بين مصر وتركيا منذ العام 2013، حرص الجانبان على ان تمضي العلاقات الاقتصاديه قدما ولو ببطء، لكنها كانت مستمره في النمو، بدليل انها قفزت من 1.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري في العام 2005، وهو عام إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، إلى 10 مليارات دولار حاليا برغم الجفاء السياسي والتوتر الأمني والاستراتيجي. معنى ذلك أنه هناك رغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية، وإحنا عندنا آليات، أولها اتفاق التجارة الحرة اللي أشرنا إليه، وهناك مجلس أعلى استراتيجي بين الدولتين تأسس عام 2011، وهناك اتفاقية رورو التي أبرمت في العام 2012 لنقل البضائع التركية إلى أفريقيا والخليج عبر مصر، إضافة إلى
حرص رجال الأعمال في الدولتين على استمرار تطوير العلاقات واستخدام العملة الوطنية في التبادل التجاري بينهما. أبرز المجالات طبعا عندنا مجالات خاصة بالصناعات، الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، والأبرز مجال الطاقة. هناك أفق واعدة في مجال الطاقة، سواء كان طاقة تقليدية زي الغاز والنفط أو الطاقة المتجددة، خصوصا أن تركيا هي الـ 12 عالميا في مجال الطاقة المتجددة، وإحنا في مصر نعتبر الدولة الأولى أفريقيا في هذا المجال. وبالتالي يبرز مجال الطاقة باعتباره مجال أساسي. عندنا مجال الصناعات الدفاعية أيضا، هناك تفاهمات حول تصنيع دفاعي مشترك وتسويق المنتجات الدفاعية في أفريقيا والدول العربية. تمام، أعتقد أنه يعني هذه الزيارة بإذن الله تثمر عن الكثير من التبادل والعلاقات الثنائية المصرية التركية. نتمنى طبعا كل تقدم ونقدر فعلا تستفيد منها أيضا الاقتصاد المصري ويعود على مصر بالخير. لدينا مجالات كثيرة جدا، نتمنى إن شاء الله يكون هذا التبادل يعني يحمل الكثير من الأخبار الجديدة بإذن الله. دكتور بشير عبد الفتاح خبير الشؤون التركية بالأهرام، أشكرك شكرا جزيلا.